اليوم الوضع الصيد كان صفر، يعني انت شايف بعينك، ولا واحد جاب محريقه. اذا ما صراحش يوم بيوم ما بياكلش الصياد، انت شايف يوم بيجيب اكله ويوم بيجيبش اكله. فاحنا كان لنا 15 يوم قبل جنحة كورونا قاعدين عن الصيد بسبب طراد كان مانع البحر. احنا مطلوب مساعدات للصياد، الصياد تعبان خالص لانه فات 15 يوم 20 يوم تسكير وبعدين فتحوا البحر، فش صياد زي ما انت شايف اليوم ولا حاجه. هي كل واحد محاريقه 500 شيكل، ما جابش 300 شيكل. صيد اليوم يعني صرحنا في الليل ما جبناش محاريقنا، يعني المحاريق 500 شيكل، اقل اكثر صياد يعني في بيع حيبيع له ب 200 شيكل، يعني 300 شيكل لبرس، وقلنا 10 ايام قاعدين يعني. وقصه المنع كمان هذا اللي بجيبوا لنا في الليل، المنع هو المنع بيبقى شو اسمه، المفروض في المنع طول النهار وفي الليل نضلنا نشتغل احنا، اما نضلنا بيتين طول الليل في البحر على الفاضي ايش بزبط الشيكه. على الصياد ما كل سكن، ايش الصياد الله يعينهم كلهم، والله الصيادين الله يعينهم مع حالهم، ايش بشوف متى كل الناس بتاكل لقمتها بعرقها والصياد بياكلها بدمه، لانه اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم انه الصياد انه بدمه بياكلها اللقمه. الصيد لما بصيد لا فش صياد، يعني الله يعينهم. اليوم يعني تطلعوا فيه على البحر جو كويس، بس فش صيد والله، صيد مش نافع. والقوانين يعني من الساعة 5 للساعة 9، وصباحا من الساعة 5 للساعة 9 بعدك ممنوع البحر. حطينا 500 شيكل بنزين وكم بيبقى 300 شيكل، واخسر 200 شيكل لورا. صبنا بوكستين قلام وثلاث بوكس سردينة. صحيح من طالب ان نروح ونيجي وقت ما بدنا، يعني ما تكونش مثلا 4 ساعات او 3 ساعات و3 ساعات، لانه احنا بنضوي بنطلع بننزل على الساعة 2. الحين ما بنقدرش نطلع، بنضل في الليل طول الليل في البحر.